يرى خبراء عراقيون أن القيادة الإيرانية تتطلع للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث انتعشت أملها بتسلم جو بايدن الرئاسة الأمريكية. ويعتقد الخبراء أن النظام الإيراني حذر من السياسة التي سينتهجها بايدن تجاه إيران بعد أن أعلن سابقا عن عزمه إعادة العمل بالاتفاق النووي وفق شروط جديدة. إيران عليها أن تتقدم خطوة تجاه الولايات المتحدة الأمريكية حتى إذا أرادت أن تحسن علاقتها، لكن بقائها جامدة بهذا الشكل ومتصلبة لا أعتقد سيكون هناك كثير من رفع من العقوبات. وبالنسبة للعقوبات الأخيرة التي فرضها ترامب، أعتقد ستغض النظر الولايات المتحدة الأمريكية عنها، لا برفعها وإنما عدم متابعتها. وبالنسبة إلى العقوبات التي فرضها الرئيس السابق ترامب، أشار الخبراء إلى أن إدارة بايدن ستغض النظر عنها، لا برفعها وإنما بعدم متابعتها. التعيينات التي عينها رئيس بايدن كرئيس جهاز المخابرات وأحد مستشاري الأمن القومي هم من الفريق المفاوض مع إيران حول الملف النووي. هناك ميل للعودة إلى التفاوض، إن هذا يخل بسمعة الولايات المتحدة حول الاتفاقات، خصوصا أنه اشتركت بها دول كبرى. ولكن أعتقد أن الموضوع سوف يكون محرجا للولايات المتحدة، لأنها تريد ربما رفع العقوبات بشكل جزئي، وإيران منحتها وقت أخير للتفاوض، وإلا فسوف تخرج من الاتفاق النووي. ويبقى الملف العراقي من أهم الأوراق التي سيكون لها الحضور في حوارات واشنطن وطهران. السؤال هنا، هل سيستطيع الساسة العراقيون الإفادة من هذا الحوار للنائب العراق من صراع المحاور؟